السؤال الثالث في الكيمياء لدورة 2019 الأولى: البنزين هو مركب عضوي، وهذا البنزين يختلف عن البنزين اللي يستعمل كوقود للسيارة. الذي يستعمل كوقود للسيارة هو الأوكتين، وهو عبارة عن مركب عضوي هيدروكربوني أليفاتي. أما هذا المركب هو أروماتي، إنه سائل دون لون، ذو رائحة مميزة، متطاير، متطاير يعني سريع التبخر إذا بدكم، سريع الاشتعال ومسبب للسرطان في الظروف العادية. تبلغ درجة الغليان 80.1 سلسيوس، وكثافته 0.78 جرام لكل مول. الشكل المقابل يبين جزيء البنزين، فإذا هذا الشكل هو جزيء البنزين. السؤال الأول بيقول: أثبت أن البنزين هو هيدروكربوني. فإذا شو يعني هيدروكربوني؟ فإذا هن عبارة عن المركبات التي تتكون من الهيدروجين والكربون فقط. إذا جينا نشوف هل المركب، بنلاحظ أنه مؤلف من هيدروجين. فإذا كل هذه العناصر اللي هون هي هيدروجين، هون في عندي الكربون. فإذا بما أنه يتكون من هيدروجين وكربون فقط، فإذا هو هيدروكربوني. فإذا هذا المركب هو هيدروكربوني لأنه يتكون من ذرات الهيدروجين والكربون فقط. اكتب الصيغة الجزيئية للبنزين. فإذا في عندي هون الكربون والهيدروجين، الصيغة الجزيئية بتبين عندي نوع وعدد دون الروابط. فإذا النوع هن الكربون والهيدروجين، والعدد في عندي 2 4 6 كربون، وعندي أيضا 2 4 6 هيدروجين. فإذا C6H6 هو الصيغة الجزيئية للبنزين. مطلوب بالفرع جيم أنه نحسب الكتلة المولية. فإذا الماس مولر للبنزين بتساوي 6 مرات الماس مولر للكربون زائد 6 مرات الماس مولر للهيدروجين. فإذا يساوي 6 مضروبة بالمولر ماس للكربون اللي هي 12، زائد 6 مضروبة ب1. فإذا 6 ضرب 12 هي 72، زائد 6، فإذا يساوي 78 جرام لكل مول. السؤال الأخير بيقول: اكتب معادلة الاحتراق الكاملة للبنزين باستخدام الصيغ الخام. فإذا إذا أنا هون بدي أكتب معادلة الاحتراق الكاملة، فإذا لما نقول احتراق، أول شيء الاحتراق يعني تفاعل مع الأكسجين. فإذا أنا عندي C6H6، راح يتم هذا التفاعل مع الأكسجين. فإذا زائد O أكسجين. الاحتراق الكامل راح يؤدي إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون. فإذا احتراق كامل راح يؤدي إلى إنتاج ثاني أكسيد الكربون. أما في حال كان الاحتراق غير كامل، راح يكون في عنا إنتاج لأول أكسيد الكربون. فإذا بما أنه الاحتراق كامل، فإذا أنا راح أكتب ثاني أكسيد الكربون CO2 زائد بخار الماء اللي هو H2O زائد الحرارة، فإذا زائد طاقة حرارية. أكيد مثل ما لاحظتوا أنا تركت فراغات قبل كل صيغة، وهذا من شان نكتب عامل التكافؤ، أو إذا أنا بدي أعمل بالانس أو موازنة لهذه المعادلة. فإذا نحن بهذا الشكل عادة نحن بنبدأ بالترتيب. فإذا CHO، فإذا أولا لازم نعمل توازن لعدد ذرات الكربون. هم في عندي 6 كربون قبل التفاعل، فإذا بعد التفاعل لازم يكون في عندي 6 واحد، فإذا راح أضربها ب العدد 6. فإذا صار عندي 6 كربون قبل التفاعل و 6 كربون بعد التفاعل في النواتج. بعد الكربون راح أعمل موازنة لعدد ذرات الهيدروجين. هم في عندي 6 هيدروجين، هم في عندي 2، العدد اللي بضربه ب 2 لا يعطيني 6 هو 3. فإذا 3 ضرب 2 يساوي 6، وهون في عندي 6 هيدروجين. بقي علي أنه أعمل موازنة لعدد
ذرات الأكسجين. فإذا حنبدأ من اليمين، هون 6 ضرب 2 12، 12 زائد 3 ضرب 1، فإذا 12 زائد 3 15. فإذا هون رح أحط 15 على 2، فإذا 15 على 2، فإذا 2 مع 2 بيبقى عندي 15. فإذا هون أنا أتخلص من المقام 2، فإذا لازم أضرب كل المعادلة ب2، فإذا هذه المعادلة كلها سوا رح أضربها ب2، فإذا رح يصير في عندي 2 سي اتش سي 6 اتش 6 زائد 2 ضرب 15 قسم 2. نقدر نختزل 2 مع 2 رح يضل في عندي 15 أكسجين، رح يؤدي إلى إنتاج 2 ضرب 6 12 ثاني أكسيد الكربون زائد 2 ضرب 3 6 جزيئات من الماء. فإذا بهذا الشكل كان حل للتمرين الثالث بالكيمياء لدورة 2019 الأولى.